السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. رؤساء وقادة عدد من البلدان العربية يصلون العاصمة نواكشوط للمشاركة في القمة العربية 27. وزير الشؤون الخارجية الجزائري يدعو للقيام بإصلاحات للجامعة العربية من أجل الإسهام في تفعيل العمل المشترك. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدعو إلى جعل قمة نواكشوط قمة أمل حقيقية تكون على مستوى تطلعات الشعوب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تستعد العاصمة نواكشوط لاحتضان القمة العربية 27 المرتقى بانطلاق أعمالها يوم غد الاثنين. وقد وصل العاصمة نواكشوط عدد من الرؤساء والقادة العرب للمشاركة في القمة، ومن بين من وصلوا العاصمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي إيتو والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ورئيس وزراء سلطنة عمان طارق السعيد ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ورئيس جمهورية جزر القمر أزالاي أسوماني، كما وصل نواكشوط كذلك الممثل الشخصي للمملكة البحرينية الشيخ محمد بن مبارك الخليفة وهاني الملقي رئيس الحكومة الأردنية الممثل الشخصي للعاهل الأردني. دعا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في رسالة وجهها إلى القمة العربية 27 المرتقبة في نواكشوط، دعا إلى جعل قمة نواكشوط قمة أمل حقيقية وأن تكون على مستوى تطلعات الشعوب التي قال المنتدى إنها فقدت الأمل في القرارات التي تتكرر من قمة لأخرى دون أن تتبع بأي فعل. قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إنه لا بد من القيام بإصلاحات للجامعة العربية، وإن ذلك إذا ما حصل سينعكس بالإيجاب على وضع القارة الإفريقية، كما سيسهم في تفعيل العمل العربي المشترك. جاء تصريح مساهل على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب الممهد للقمة العربية 27 المرتقبة يوم غد بالعاصمة نواكشوط. نأمل أن إصلاحات الجامعة العربية ستخرج بالفائدة. أنت تعرف يعني في المنطقة الإفريقية كان النمو سلبي هذه 15 سنة، الآن المعدل ما بين 5 و6%، هذا يعني شد إيجابي، وهذا راجع للإصلاحات التي قام بها الاتحاد الأفريقي. إذن المقارنة أنا أظن في محلها. إذا أردنا كما تفضلت يعني أكثر انسجام في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الاجتماعي، فلا بد أن نقوم بسرعة بإصلاح الجامعة العربية و يعني برمجة الأمن العام اللي يعني قال اللي فيه اجتماع يوم 3 أغسطس وللمبعوثين الدائمين في الجامعة وتحضير ملف أو تحضير يعني توصيات الاجتماع الوزاري المقبل حول الإصلاح المنظومة، هذا يخلينا شوي نتفائل. طغت على اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم أمس الممهد للقمة العربية 27 المرتقبة يومي 25 و26 من الشهر الجاري بالعاصمة نواكشوط، طغت عليها مواضيع الأمن القومي والقضية الفلسطينية والتغلغل الإيراني بالمنطقة العربية. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. بدقيقة صمت على أرواح من راحوا ضحية أزمات عرفها العالم العربي واشتدت حدتها ووطأتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بدأ اجتماع مجلس الخارجية التحضيري للقمة العربية المنعقدة بنواكشوط. قضية المحورية الأولى لدى العرب
بالإضافة إلى الأزمات في سوريا والعراق وليبيا واليمن والتي تهدد تطوراتها الاستقرار الإقليمي على المدى المتوسط وربما البعيد، فضلاً عن ظواهر اشتدت حدتها ووطأتها على مدى السنوات الخمسة الماضية مثل الإرهاب وقضية اللاجئين غير الشرعيين. ولذا فإنني أدعوكم جميعاً للوقوف دقيقة صمت على من ذهبوا ضحية لكل هذه الأزمات في السنوات الماضية. لم يفوت وزير الخارجية المصرية الحديث عن الأزمات العربية والضحايا الذين قضوا جراء أحداث إرهابية شهدها العالم العربي، كما لم يفوت اعتبار القضية الفلسطينية القضية المحورية رغم التوجه المصري الأخير لبناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تعتبر هي الأكبر على مستوى تاريخها. وزير الخارجية الموريتاني سلكول أحمد زيدبي تسلم رئاسة موريتانيا لأعمال القمة العربية التي تستمر سنة كاملة بشكل دوري بين أعضاء الجامعة. واعتبر أحمد زيدبي أن قمة نواكشوط ستكون بداية لمسار تفعيل مجالات التعاون والتشاور للتصدي للأزمات التي تستهدف العالم العربي. ورغم الظروف التي تعيشها منطقتنا العربية، فإننا على يقين من أن هذه الدورة سوف تمثل انطلاقاً لعمل عربي يقوم على تفعيل مجالات التعاون والتشاور للتصدي للأزمات التي تستهدفنا جميعاً، وفي مقدمتها استشراء العنف متعدد الجنسيات في الأقاليم والعقول غير المحصنة والاصطفاف الطائفي والمذهبي. وناقشت الجلسة المغلقة على مستوى وزراء الخارجية والتي تأتي تحضيراً للقمة العربية مشروع جدول أعمال القمة وإقرار بعض مشاريع القرارات. تستمر اللقاءات التحضيرية لقمة نواكشوط وسط حضور لافت لموضوعي الأمن القومي والقضية الفلسطينية، ويبقى الأمل يراود الكثيرين في أن تختلف هذه القمة عن القمم العربية السابقة وتنتقل من التنظير إلى التطبيق على أرض الواقع. محمد ناشي، قناة المرابطون، نواكشوط. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى وتحديات جسيمة تتطلب تفعيل أساليب العمل والارتقاء بالعمل العربي المشترك والتعامل مع التهديدات التي تواجه البلدان العربية بما يحفظ أمنها واستقرارها. جاء تصريح أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الممهد للقمة العربية 27 المرتقبة يومي 25 و26 من الشهر الجاري. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على بضعة نقاط، حقيقة هي 4 نقاط. أولا، أن المضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير تحتل أهمية قصوى في هذه الفترة التي تشهد فيه المنطقة العربية ومحيطها تحولات كبرى وتحديات جسام، وأنه لا بد من تجديد أساليب العمل وإنجاز كافة المشاريع الرامية للارتقاء بآليات وهياكل العمل العربي المشترك والتعامل مع التهديدات الماثلة التي تواجهها الدول العربية على نحو يكفل تحقيق المصالح العربية العليا ويحافظ على أمن وسلامة واستقرار الدول العربية ويعزز التضامن العربي ويضمن وحدة الموقف العربي أزاء هذه التحديات. أعاهدكم أنا شخصياً أنني سوف أتحمل عبء هذا الملف، وآمل أن تساعدني الدول الأعضاء في هذه المهمة. لن نتوقف أبداً عن التطوير. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني سلكول أحمد زيدبي إن انعقاد القمة العربية 27 المرتقبة في نواكشوط يأتي في سياق أوضاع عربية خاصة تتطلب اعتماد مقاربات تواكب التطلعات المعقودة على القمة. جاء تصريح أحمد زيدبي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بنواكشوط تحضيرا للقمة المرتقبة يوم غد بالعاصمة نواكشوط. ينعقد اجتماعنا التحضير لأعمال الدورة 27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم في ظل أوضاع خاصة تمر بها المنطقة العربية تتطلب منا تكثيف التشاور لاعتماد مقاربات تواكب التطلعات المعقودة على قمة نواكشوط. وفي هذا الإطار يجتمع قادتنا لاستعراض جدول أعمال حافل بمجمل اهتماماتنا المشتركة، وأنا على يقين من أن هذه الدورة ستدشن لمرحلة جديدة من تاريخ العمل العربي المشترك أساسها التضامن ونبذ الفرقة وتحقيق المصالحة الوطنية
وإضفاء جو من الصفاء والانسجام على العلاقات العربية العربية، سعياً لبلوغ الغايات التي تأسست من أجلها جامعتنا الموقرة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن انعقاد هذه القمة اليوم بنواكشوط وفي الظروف الإقليمية والدولية الراهنة عميق في دلالات. تنعقد القمة العربية بنواكشوط في سياق إقليمي ودولي يتميز بالاضطرابات الواسعة والتهديدات الأمنية، فيما يعرف العالم العربي اشتعال حروب مستمرة في 4 بلدان هي اليمن وسوريا والعراق وليبيا. وتعرف اتجاهات الرأي انقسابا كبيرا في أروقة الجامعة العربية، ما يلقي بصعوبات كبيرة أمام قمة نواكشوط. أكد عدد من المشاركين في الاجتماعات التي تجري هذه الأيام بالعاصمة نواكشوط تحضيرا للقمة العربية المرتقبة أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس الملفات التي تناقشها قمة الأمل. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه توجد مبادرتان على الطاولة كلاهما تحظى بموافقة الدول العربية. نتابع. خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها موريتانيا هذه الأيام، تم التأكيد أكثر من مرة وعبر أكثر من مسؤول على أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس الملفات التي تناقشها قمة الأمل في نواكشوط، فيما تحدث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن وجود مبادرتان على الطاولة الآن وكلاهما تحظى بموافقة الدول العربية، يتعلق الأمر بالمبادرة الفرنسية والمبادرة المصرية. هناك المبادرة الفرنسية وهناك الطرح الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتصور أن مجلسكم الموقر يؤيد التوجهين المصري والفرنسي، ونأمل أن ندفع بهما إلى الأمام في الفترة القريبة القادمة كوسيلة للحفاظ على محورية الدور القضية في العمل العربي المشترك. المبادرة الفرنسية ورغم اشتمالها على تنازلات كبيرة ظلت مطلبا للصهاينة لعقود من الزمن، مثل الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، وهو ما يعني التنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال رفضها بشدة.
المبادرة المصرية تتضمن ملاحظات اعتبرتها بعض وسائل الإعلام الصهيونية ملاحظات وهوامش على المبادرة الفرنسية في محاولة لقبولها إسرائيليا. المبادرة الفرنسية التي تمت بضوء أخضر أمريكي وفق بعض وسائل الإعلام الغربية قبلتها السلطة الوطنية الفلسطينية وعدد من الدول العربية، فيما لا يزال الموقف الإسرائيلي متمسكا برفضها بشكل قاطع. تزامن إطلاق المبادرة الفرنسية والأفكار المصرية التي طرحها السيسي مع التعديل الوزاري على الحكومة الصهيونية واستلام رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان لمنصب وزير الدفاع وهو المعروف بتطرفه، فدخلت مجمل الجهود السلمية مرحلة بيات ولو إلى حين. قمة نواكشوط إذن أمام مبادرات جديدة تضاف إلى سيل المبادرات وخطة السلام التي بقيت حبرا على ورق أمام إصرار الصهاينة على التمسك بالأرض وتحويل عملية السلام إلى لعبة علاقات عامة لا أكثر. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث تواصل سلطات الاحتلال الصهيونية تواصل حملة مداهماتها التي تقوم بها من حين لآخر والاعتقالات للناشطين الفلسطينيين. ففي مدينة جنين اقتحمت القوات فجر السبت بلدة صانور جنوب المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة وكذا مقرات وأحياء في مدينة الخليل. نتابع. واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني حملات دهم والاعتقالات وتسليم البلاغات في مختلف محافظات الضفة الغربية. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر السبت بلدة صنار جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية وسلمت 4 مواطنين بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم الصهيوني. في الخليل اقتحمت قوة عسكرية صهيونية يرافقها العديد من ناقلات الجنود مدينة دورة جنوب الضفة الغربية فجر اليوم السبت وقامت بتفتيش عدة منازل. وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل اندلعت مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوة عسكرية أحياء البلدة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش عدد من المنازل والعمارات السكنية في البلدة قبل أن تعود للانسحاب منها بعد ساعات من الاقتحام والمداهمة. من جهة أخرى أظهرت معطيات إسرائيلية أن الأسبوع الماضي شهد 100 عملية للمقاومة في الأراضي الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينها 3 عمليات إطلاق نار. ورصد تقرير نشره موقع صوت اليهود العبري تنفيذ المقاومة الفلسطينية 100 عملية ضد أهداف إسرائيلية، بينها عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة موتولوف ورش للحجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية. وبين التقرير أن 3 عمليات إطلاق نار وقعت قرب مخيم قلنديا شمال القدس وبلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم وبلدة قباطية. قضى جنين خلال الأسبوع الماضي دون تسجيل وقوع إصابات على حد زعمه. ويظهر من التقرير ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه والذي سجل عملية إطلاق نار واحدة. وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ الأول من تشرين أول أكتوبر الماضي انتفاضة فلسطينية اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحة المسجد الأقصى تحت حراسة قوات جيش وشرطة الاحتلال، حيث ارتقى خلالها 229 شهيدا. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. رؤساء وقادة عدد من البلدان العربية يصلون العاصمة نواكشوط للمشاركة في القمة العربية 27. وزير الشؤون الخارجية الجزائري يدعو للقيام بإصلاحات للجامعة العربية من أجل الإسهام في تفعيل العمل المشترك. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدعو إلى جعل قمة نواكشوط قمة أمل حقيقية تكون على مستوى تطلعات الشعوب.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد العربي، وتناقش موضوع رسالة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى القمة العربية 27 المرتقبة يوم غد. 9:00 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.